معنا من باريس الباحث السياسي الدكتور رامي الخليفة العلي. مرحبا بك دكتور رامي. يعني تداعيات مختلفة لزيارة الرئيس السوري إلى روسيا، أهمها وأبرزها انتقادات الولايات المتحدة لهذا الحدث. انتقاد الولايات المتحدة في هذه المرحلة، ماذا يقدم ويؤخر سياسيا؟ لا يقدم ولا يؤخر الكثير رانيا. لعلك تعلمين أن هنالك اجتماع سوف يحدث خلال الأسبوعين القادمين في جنيف، وسوف يضم الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا والأردن، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الاجتماع سوف يكون على غاية من الأهمية. روسيا حرصت رانيا على إيصال رسالتين عبر استقبالها للرئيس السوري بشار الأسد. الرسالة الأولى إعلامية وسياسية موجهة إلى الرأي العام الروسي وإلى أصدقائه وحتى إلى أعدائه، للقول بأن الوضع الآن في سوريا مختلف عما كان. كما تعلمين فإن هذه هي الزيارة الأولى للرئيس السوري بشار الأسد. السبب الثاني وهو على غاية من الأهمية، يبدو وهنالك حديث في الكواليس على أن هنالك أفكار روسية جديدة ربما تصل إلى حد المبادرة يتم الإعداد لها. كما تعلمين فإن الرئيس الروسي بوتين قد اتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبعدد من القادة في هذه المنطقة. إلى الآن لا توجد هنالك معلومات أو ربما تأييدا على كلامك هذا بأنه روسيا أرادت التعديل من موقفها والوضع بأن الهدف من هذا اللقاء سياسي وليس فقط إثبات، يعني أعطى نوع من الثقة للرئيس السوري بأنها تحدثت اليوم يجب إشراك إيران والأردن والإمارات ومصر في أي تسوية سياسية قادمة، وكأنها تريد أن تغمز لهذه الدول بأنك لن تكوني بعيدة عن أي تسوية سياسية قادمة. صحيح تماما، ولكن على كل حال ربما المبادرة وفحوى هذه المبادرة أهم بكثير من الشكل. تبقى مشاركة هذه الدول مصر أو حتى قطر أو الإمارات لن تقدم الكثير، لأن الأطراف الأساسية الفاعلة الآن على المستوى الإقليمي نستطيع الحديث عن إيران من جهة وعن المملكة العربية السعودية وتركيا. الحقيقة أن إذا لم تستجب المبادرة التركية للمطالب الثلاثة التي حرصت عليها المعارضة السورية والأطراف الإقليمية، لا أعتقد أن لديها أمل بالنجاح. هذه النقاط الثلاثة، أولا إيقاف هجمات الجيش الروسي والطلعات الجوية الروسية على المعارضة المعتدلة ما بين قوسين، ثانيا سحب الميليشيات والعناصر الأجنبية من سوريا، وثالثا عملية سياسية تبدأ أو في وسطها أو في نهايتها برحيل الرئيس السوري بشار الأسد. ولكن إلى الآن لا يبدو واضحا ما هي الأفكار الروسية في هذه النقاط. اليوم ربما تجاهل الحديث عن تركيا ودور لها في أي تسوية سياسية قادمة. يعني إذا ما اتخذنا كلام أردوغان يقول بأن بقاء، يعني تمنى لو أن الأسد قد بقي في موسكو، وربما هذا كان مبدأ أو يعني ابتداء لتسوية سياسية حقيقية في سوريا. هل برأيك روسيا يعني تعزز من فكرة بأنها تؤسس لتحالف بمعزل تماما عن تركيا؟ أنا لا أعتقد ذلك. أعتقد أن روسيا تدرك تماما والغرب وحتى البلاد العربية أهمية الدور التركي. تركيا الآن تستقبل عدد كبير من اللاجئين، لديها حدود واسعة مع الجانب السوري، والحقيقة حتى وصل في هي ترفض بالفعل التدخل الروسي وهي تستطيع العمل على إجهاض التدخل الروسي. دعينا نشير رانيا إلى أن المعارضة السورية المعتدلة ما بين قوسين وصلها خلال الأسابيع القليلة الماضية أسلحة نوعية بالفعل استطاعت وقف هجوم النظام السوري وإيران والميليشيات الموجودة على الأرض، وبالتالي لا أعتقد أن روسيا في وارد التفكير بتجاهل تركيا أو بإقصائه عن أي حل سياسي، لأن تركيا ببساطة ربما لا تستطيع إنجاح حل سياسي، ولكنها بالتأكيد تستطيع إفشال أي حل سياسي. أضف إلى ذلك وهذا دور مهم، يعني إذا كانت هناك جهود سياسية تبذل في اتجاه معاير وهي احتضنت المعارضة يعني السورية على مدى السنوات الماضية، قادرة على عرقلة أي اتفاق قد يحدث في المستقبل بمعزل عنها. تماما، هذا ما أشرت إليه، لأن أولا ليس فقط علاقة تركيا ليست فقط مع المعارضة السياسية مثل بالائتلاف الوطني، ولكن علاقتها مع التنظيمات المسلحة الموجودة على الأرض مع الجيش السوري الحر والتنظيمات الأخرى المقاتلة. لا تنسي رانيا بأن جميع الأسلحة وجميع التسليح الذي يصل إلى المعارضة السورية على الأقل في الشمال والشمال الغربي يصل عبر البوابة التركية، وبالتالي هي بالفعل قادرة على إجهاض أي عملية سياسية تتم بعيدا عنها. أضف إلى ذلك أن هنالك تنسيق شهدناه خلال الأسبوع الماضي ما بين المملكة العربية السعودية وتركيا، وكل ذلك في إطار أيضا التعاون مع المعارضة السورية، لذلك باعتقادي أن إمكانية تجاهل تركيا إمكانية صعبة ومستحيلة. نقطة أخيرة إذا سمحت لي، أنا أعتقد أن الشقة والهوة ما بين الأطراف السياسية سواء روسيا وحلفائها وتركيا والمملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال بعيدة، بالرغم من طرح أفكار سياسية، لكن أعتقد أن إلى الآن لا يوجد أفق لحل سياسي.
دكتور رامي الخليفة العالي، شكرا لك، تحدثت لنا من باريس. شكرا لكم. أفاد الصحف